ممكن يقول لك ايه يا جماعه، لو انت ماسك كابتن شطه مثلا، لو طلع بره لا الملعب اطلع وعراه. بس انا طبعا عشان انا كنت مهندس وذكي وعندي ذكاء، يعني مش ذكي يعني عندي قدره على ان بمرن في الملعب. فاروق جعفر كان عنده حاجات في اللعب حقيقه لازم اقولها. فاروق مرات لما انا احس ان انا لازق فيه روح واقف عند الخط، يرجعني يبعدك. يبعدني عن اللعب، اروح بقى سايبه جاي بقى انا في حته الخطر. ذكاء برضه. فمره الكابتن زكي عثمان الله يرحمه قال لي فاروق، يا فاروق انت تمسك صفوت وشط يجي يمسكك، تبقى انتوا الاثنين، انت ماسك الاثنين. هما الاثنين ماسكينك. ايوه. فطبعا فانا في الملعب لقيت بقى فاروق رايح لصفوت، رحت سبته مع صفوت ومسكت حزن الشحاته. اول ما ساب صفوت اروح سايب حزن الشحاته للستوبر او لحسن حمدي او كابتن مصطفى يونس، واروح انا جاي لمين؟ جاي لفاروق تاني. قلت له يا فاروق ده دي مشكله يا فاروق، سهله قوي هي، انت فاكر ان احنا هنفضل الاثنين لازقين لك يعني؟ يبقى اثنين على واحد. فطبعا الحقيقه. وبعدين مره فاروق كابتن زكي عثمان قال لي فاروق انت يمسك شطه من تو من، قال له انا امسك شطه من تو من، ده الشطه اللي يمسكني. فاكر الحقيقه المواقف دي بتبقى في الملعب. بس فاروق ده من اللعيبه القديره جدا في كيفيه انه يستلم الكوره ويلعب. كان حقيقه كان بلاي ميكر على اعلى مستوى هو ومن كان بيقولوا بيمثل كتير يقع في ده. موضوع تاني ده بقى، ده ياخد قصه 18 بعيد عنك. بعيد عني ماليش دعوه. بعيد عن انا بقى ما بوصلوش ال 18، لو وصل ال 18 بقى خلاص بقى الناس تمسكه بقى. هم بس هو كان عنده قدره عشان دريبلر بيغزل كويس، بيديك يجي لك على الثابته فتخبطه بقى يقع. فكان بقى يعني هو قالها، قال لك انا مرات بوقع نفسي عشان اعمل ضربه جزاء. طبعا قالها رسمي يعني، انا مش عارف. لا انا عارف هو قالها. طبعا السيميليشن ده زمان ما كانش موجود، دلوقتي السيميليشن موجود، كان باخد عليه انذار على طول. دلوقتي خلاص دلوقتي خلاص صعب جدا يعني. فالكابتن فاروق من اشهر